نحن الآن صنعنا ملاحم حقيقية وأبطال حقيقيون، لا مجال لدينا للحديث عن تزييف أو نحن لسنا مضطرون أصلا، لأنه بطولتنا كاملة الأركان، كاملة كاملة بكل العناصر التي يمكن أن يفكر بها مخرج. لا يستطيع أن يذهب العقل إلى هذا الشكل من الظروف التي تجعل من أي من الطفل بطلا، من الإمرأة بطلا. اليوم نحن لا يمكن أن نضع أمامنا الأسوأ ونعمل، نحن نضع أمامنا الأهم والهدف الأسمى ونعمل. ولا كيف سيكون الحافز؟ أبدأ منكسرة اليوم من خطط للطوفان، تخيلوا الهدف الكبير الذي حققه المقاومة الإسلامية بما تقوم به من عمليات، تخيلوا الطموحات الكبرى. يعني رب العالمين، أنا تعامل معي كإنسانة، خطبني في القرآن كامرأة، وخطب الرجل كرجل، ووضع علي مسؤوليات وعليه مسؤوليات. أعتقد أنه المرأة لديها أولويات ولديها مسؤوليات أكبر بكثير من أن يتم تسطيحها وحصرها بإطار تنميط معين بالشكل، إهانتها، تصغيرها، وضعها كسلعة تعرض كما نعرض أثاث جميل.